تتابعونا في نشرتنا بعد قليل. انفجارات تهز شبه جزيرة القرم وأخلاء منطقتين روسيتين قرب الحدود مع روسيا عقب سلسلة انفجارات. في الجزائر السلطات تعلن السيطرة على معظم الحرائق وتوقيف أشخاص للاشتباه بتعمد إضرام نيران. في النشرة أيضا رفض أممي وأوروبي لإغلاق الاحتلال مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله بدعوى دعم الإرهاب. تابعونا على شاشة التلفزيون العربي وعبر قناتنا على يوتيوب في تمام 5 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت القدس والدوحة. ممتاز.